أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ أنا تيته يا أولاد، ومعي كعكة عيد ميلاد، افتحوا يا أحلى أحفاد. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. جد ومعي هدايا حلوة رائعة للغاية، أنتم في أمن وحماية. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ أنا بياع الألعاب، هي مجانا يا أصحاب، افتحوا لي هذا الباب. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ أنا عمو، جئت لكي نخرج نقضي وقتا ممتع مبهج، ونشاهد في السيرك مهرج. يا عمو ما أحلى اللعبة، هل تسمح نصطحب الكلبة؟ لا لا لا، ما هذا الرعب، لا لا تفتحوا لي الباب. ها 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 يا كذاب، أنت الثعلب، هيا اذهب، ما دامت ماما بالخارج لا لن نفتح. أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ استلموا مني الطلبية، بيتزا ساخنة وشهية، ومعها أخرى مجانية. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ افتحوا لي أنا مسكين، أعطوني تمرا وطحين، ولكم أجر المحسنين. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. أنا محصل التيار، افتحوا لي يا شطار قبل أن أظلم الدار. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. أوه لا لا لا، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. أنا ماما يا أحبابي، أقف الآن أمام الباب، افتحوا لي يا أولادي. أهلا ثعلب الكذاب، أنا ماما خلف الباب. أوه لا، يا ويلي، ماما سمعتني وسأهرب كي لا تمسكني. يا كذاب، أنت الثعلب، هيا اذهب، لا لن نفتح هذا الباب. جذب الثعلب قفل الباب، حاول تكسير الأخشاب، وليدخل دفع النافذة، هذا ليس من الآداب. سمعت أفا
يدخل عصفور، بالخارج ما كان يدور. كان عند الباب حرامي جاء لسرقة المغرور. وضعوا خلف الباب أريكة وسريرة يصعب تحريكة، كرسي جدو والمقلاة وألعاب البيبي المفكوكة. حالا سنلقن ثعلوب درسا يجعله المغلوب، وسنطلب للص الشرطة نعرف ما الرسم المطلوب. ثعلوب الحرامي، ثعلوب الحرامي، ثعلوب الحرامي، ثعلوب الحرامي. سكبوا عليه دلو طلاء من نافذة في العلياء، وفطيرة ماما بالتوت فتعثر وهوى في الماء. سقط اللص من الأغصان مبتلا يبكي ومهان. قال الشرطي هذا جزاؤك وضعوه خلف القضبان. أشفقت عليك صدقني.